قابلنا جمع هذه ماستر سينا، الشاب التونسي المقيم في إيطاليا، جاب حضانا في أول حوار تلفزي لي بعد رأس العام. معاه باش نعملوا تقييم الموسم كامل مع الأغاني والكليبات. ماستر سينا، مرحبا بك. بك أكثر خويا هادي. بوناني. كل عام وانت حي بخير، وتونس ديما بخير. رأس العام عديته في تونس؟ أول رأس العام اخترت نعديه مع الفاميليا في تونس، والحمد لله تعدى بيان مع الفابي ترونكيل. أول عام نعديه ترونكيل. 2017 عام قداش تعطيه على 10؟ نعطيه 9 على 10، هذا لي عام مزيان برشا. آخر 2017 ماستر سينا يستدعى صديق مع الشاب بشير، الصوت الشعبي اللي طلع بغنية حمامة اللي طارت، الفيت الناجح اللي جمعه بأرمستا. اليوم ماستر سينا نلقاوها في تريو. مش على فكرة مش المرة الأولى نعمل تريو، جا المرة الثانية، عملت الأولى في الصيف مع الشاب خلاص وبيقى لي عمل تريو ساقوي ماء، والمرة هذه عودناها مع صديق وشاب بشير. اخترت حبيت نجيب حاجة جديدة، فرنسية وتاليان وعربي، أول مرة تصير في تونس. صافا ماشي بيان الحمد لله، ان شاء الله تكون عجبت العباد الفان الكل. بعد يا حمامه الشاب بشير ولا مستهلك؟ شوفوا معناها ما فهمش علاش ما نعاودش نخدم معاه، مش مستهلك. عمل تيتر مع ارمستا نجح على الاخر، وما فهمش معناها فهمش علاش مش نقول ليه ما نغنيش معاه، خاطر رجع عمل مع ارمستا مستهلك ولا ذا ارتيست يعمل كولابوراسيون مع برشا عباد، لا مش مشكل مع واحد هكا. صحيحه من هنا الناس تولي تقارن، مثلا يا حمامه عملت 62 مليون، دونك اغنيتك باش تكون على الاقل ناجحه لازمها تفوت يا حمامه ولا تعمل كيما يا حمامه. ان شاء الله تعمل سكسي كيف حمامه، بيرو مش بلوجي معناها مش تعمل 62 مليون. انا عملت بروجي مقتنع بيه، وحتى كنت عملش برشا فيو جا معناها حاجه اكسبيرينس حاجه معناها في الكارير نتاعي حاجه زايده. التيتروات نتاعي ما عملوش برشا فيو، المهم ديما نحب روحي ديما اكتيفي، ديما نعطي لي فان نتاعي، ديما نعطيهم الجديد والموسيقى الجديدة ديما اكتيفي. الغناية على فرنسا على الحرقة، برشا تونسة فدينا عام 2017 الناس الكل تغني كان على الحرقة وعلى فرنسا وعلى البابور وعلى الغربة، وعلى موضوع مستهلك جدا. معناتها مش مستهلك جدا، انا الغناية فرنسا تحكي على الميمة، تحكي على الغربة، وتحكي على شوية على تونس، تحكي على ثلاثة سوجيات اخترناهم. ما تغنيش جوست على الحرقة كهو. بلطي غنى، أكرم ماك غنى، ناس كل غنيت على الموضوع هذا، أرمستا غنى، نعرف. أما كل واحد ما، حتى أنا كي تسمع جا فرنسا تسمع حد ما تشبه حد شيء على الغنيات الأخرين. ستيل رايم بي، رايم بي وي ستيل شوية دي باسي، خاطر رايم بي ضرب مليح في أول سنوات الألفين. نحب نرجع وانا ميساج كي يرجع نعمل تيتر كي يرجع معي علاش، ليه حاجة تفرح برشا. جاتني هربة بزربة عالم اللون، هارب لي مخي في قلبة، غادي القلبة مش موجود لي قلقني. هذه ألترو موندو، في شهر الغنية عملت 1,600,000 مشاهدة، رقم ضعيف برشا مقارنة بالأرقام اللي قاعدة تعمل في المدة الأخرى. مشكلتها الغنية دي ما عملت ليش برشا بوب، جست هبت على اليوتيوب وخليتها كيكة، معناها دي سولت أنا غنية كي سكن هبت نعملها شوية بوب، معناها نعمل شوية بروموسيون، نمشي للراديو نيت واحد. ظروف في إيطاليا ما نجمش نهبط لتونس، ما نجمش نعمل بروموسيون، معناها مشيت الحمد لله جا سافا. بروموات زاد كيف تصرف على يوتيوب باش الأغنية مش نصرف على يوتيوب، نصرف على الفيسبوك، نعمل سبونسور كيف أي أرتيست، تحط مثلا 500 دولار باش الكليب يدور شوية على الفيسبوك، العباد اللي ما وصلهمش الميساج ما وصلهمش التيتر يطلع لهم قدامهم فيسبوك. كليكوا عليه وكان عجبهم يعاود يتفرجوا فيه سينو. أكثر شوية من 500 دولار كريم يعني. أنتي كريم في ال لا أنا ماكسيما حطيت حتى 500 دولار على أغنية، بعد تمشي وحدها كان أغنية. أقول لك حاجة، أنا باي باي وكلاندستين ما حطيتش عليهم حتى أنورو، وحدهم مشي وكيك بطبيعة كلاندستين، وخاطر معك بالتي وباي باي معك رضا التليين. نعرف، اما حتى تو معايا صديق ومعايا بشير زيادة، معناها يحبون الناس كل برشا في تونس زيادة، معناها مش جوز، اما جوز حتى صديق حتى معناها على الباج نتاعو واحد واحد وحد 500 اورو، قال لي بلاش حاجه اوتوماتيكمون، معناها
مش حاجة معناها خايبة نيجاتيف، معناها مش كي تحط. سيغويمي ماستر سينا يتقابل مع بيغالي الامسي العالمي، مشروع تخدم مع الجزائر الشاب خلاص برشا تكتيك، الهدف هو خلق معادلة تخلي الغنية متاعه توصل أكبر عدد ممكن من الجمهور. أنا والله أنا بالكيف نخدم كي تجيني، معناها جا عندي برشا سلوات حاضرين، كي تجي سولو معناها نعرف في وقتها نخرجها، نعرف فيت معناها نتاع نبدأ ماشي في وقت ونختار الارتيست معناها اللي ماشي في الوقت هذاك ضارب، معناها في الوقت هذاك نكلمه ننفيتيه يقول لي أوكي نخدمه التيتر ونهبط. في الصيف كنت ما بين زوز من الناس، ما بين صديق وما بين لكريم، شو اللي يخليك تمشي لصديق وما تمشيش لكريم؟ والله يا كونتاكت مع لكريم موجود ان شاء الله بيانتو زاد فما كولابوراسيون معاه. صديق التيتر هذايا كي خدمته كان يقول لك تقعد تضحك، معناها بيزار قاعد نخدم في تيتر في الالبوم تاع صديق، صدعاني في الالبوم نتاعو ان شاء الله مش يهبط في مارس. سمعته فرنسا خذ مش سمعك بروجي قاعد نخدم فيه عجبته على الاخر. انا جا لفرنسا على فكره كنت صاب فيه دو كوبليس، كوبليم تاع صديق جا صابو انا، دونك هو عجبته خلي نحب نحط صوتي على نحط معناها صوتي معناها دوزيام كوبلي. عجبتني الفكره، قلت علاش ليه ايطاليان وفرنسي وعربي، فكره مزيانه على الاخر. حط صوته بعد استدعيته في فينيزيا، بشير بعث له انفيتاسيون جاب حذايا زاده، صورنا الكليب وفوالا هبط. ماما تزاري 12 مليون اقوى غنية عملها ماستر سينا عام 2017. الرابور اللي عايش في ايطاليا مركز اهتمامه على المغرب العربي، ويبدو ان السوق الايطاليه مازالت ما تحلتش قدامه. والله هي 2018 بقدره ربي في التو 2018 هذاك اللي بيتيف ان شاء الله اوروبا، ونكبروا ان شاء الله لي فان ونكبروا شويه الببليك ان شاء الله. علاش قاعده سهله قدام غالي توا وصعيبه قدامك ايطاليا؟ غالي عنده كيب قوية، عنده تشارلي يعمل البيت، عنده معناها كيب معناها 22 بيرسون اللي نعرفهم انا معناها يخدموا معاه تبارك الله ان شاء الله ربي يعينه. خاطر عنده تالون لو كان جا بيان سيغ هذاك ما عندك ما تقول فيه، معناها تبارك الله عليه منورنا في ايطاليا، ما في مورغا خدمة توب انا بدي نسمع غناه معناها، فانا فان من الفانات معناها ما فماش علاش. وفي ايطاليا يحبوا مثلا غنية جوز كلمات بالعربي، ما يحبكش تعمل كوبليه بالعربي. طبعا انا حابب كي باش ندخل مارشي ايطاليان جا محضر تيتروات ايطاليان، معناها جوز كلمه ولا زوز بالعربي. خاطر كي مش تقعد هكا نقعد بستيل هكا، معناها نعمل كوبليه بالعربي ولا رفران بالعربي كامل جامي، معناها مش ندخل مارشي نتاع ايطاليا. معناتها راسيزم فما في الانتردي في الراديون، هذاك هو هذاك قانونهم في الراديونات وفي ولا كيك اما هكا ولا هكا. اليوم لو غني يعمل غنية بالعربي ما تعديش في راديوات ايطاليه؟ انا نقول 100% ما تتعديش، عندي جارانتي من عندي انا، هذا نحطه اختار ونجربه كان يعمل غنية بالعربي كامل. فيت مع غالي ممكن ولا غير ممكن تو؟ والله هي من طرفي انا فيك بليزير، معناها حاجه تشرفني. عشنا فرحنا بكينا وفرحنا في زمن ما فيه الرحمه، كان العالي ريحنا بالمحنه في رحنا نسمعنا كلام لجرحنا. هذه فرحنا غنيه سيف ماستر سينا في عامين نجح باش يوصل صوته للتونسه الكل. زوز غنيات صنعوا منه نجم كبير، كلانديستينو اول غنيه عملها مع بالتي، وباي باي مع رضا طلياني اكثر غنيه مشاهده 56 مليون مشاهدة. أكثر فضل عليك شكون؟ بلتي ولا رضا طلياني؟ ما في بلتي بيان سور، بلتي خاطر أول مرة أول تيتر عرفوني بيه العباد مع بلتي كلاندستين، رضا طلياني بعد. معناها هذاك معناها رضا طلياني اللي زاد دازتني أكثر، معناها زاد خدمت بها. أما بيان سور أول تيتر ديما هذاك عندي أنا كلاندستين، ديما أول تيتر معناها ديما يقعد في القلب، أول إكسبيريونس عندي. أول إكسبيريونس دخلت فيها الاستديو. غنيت شوية وقتها؟ بيان سيغ، والله نورمالمون الرفران معناها كلانديستينو بيركي سانسا سيجورنو بيركي سانسا لا ماما بيركي سانسا ريتو، هذاك نورمالمون نغنيه هنا.
وبعد جت الفكره معناها بلتي معناها حاجه جديده خلك واو بلتي غنى غنى يغني بالتليل معناها تجبد حاجه ذكيه عملناها بتاع ذكيه معناها باش تجبدوا العباد اكثر ونجحت الفكره وصباح الحمد لله مشيت بيها حتى هو جاب فيها روحه بالقدام معناها تلياني بلتوا كيفاش هو كيفاش يقول لي بلتي ديما بلتوني ولا كيفاش حاسس عاوز حاسس يقول لي فيها ديما بلتي رضا التلياني الغنايه اقوى غنايه عملتها مع رضا باي 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 معناتها اليوم مستحيل تنجم تكسر الرقم هذاك ولا شنو؟ علاش ليه؟ علاش ليه؟ علاش بلتي عمل شافوني زوالي بعد خداش ماني عملت تو تبارك الله ليلي بعد بريود معناها كسر الرقم هذاك ما تعرفش عليه مش معناها اوبليجي معناها تسويت بعد تيتر ولا زوز ولا ثلاثة بعد تعرفش عام عامين مهم واحد الحاجه المزيانه كي ياخذ واحد ديما اكتيفي ديما يخدم ديما يخدم ديما يخدم حتى اللي تجيك الغنيه المزيانه تعمل بوم رضا الطلياني فكورك ده للطلياني والله يخدموا على رواحهم للزوز ربي عينه ما فماش علاش اخي انا رضا كي مش نكلمه انا ما قلقنيش باش نعاود نعمل كولابوراسيون مع رضا حتى يخدم مع دالي معناها عادي نورمال فماش علاش معناها يعجبك ما نسمعوش علاش علاش ما ستيلو ما عجبنيش سبحان الله ربي عينه يخدم على روحه بيرا ستيل هذاك ما نسمعوش انا شو ستيلو ستيلو ما تفهموش ربي دي مش فاهم ستيلو هكا ربي عينه يقول هكا رضا يعجبني معناها كي في البارتيات نتاعو يعجبني برشا رضا بيرا هو بو ما عجبنيش هكا لو يطلب منك فيت مستحيل جاء طلب مني فيت معناها جاء كونتاكت من طرف شكون وانا قلت له تسويت قلت له ليه انا خاطر كي مش نخدم مع واحد باش نعمل كولابوراسيون مع واحد لازم نبدا مقتنع به يبدا عاجبني خاطر مش الجوز تاعو كفلان راه كبدا عامل حتى 200 الف 200 مليون دي في مع الباليش معنا قداش ولا عمرك 2018 28 28 28 كبرنا كهو رجع الربي ستيلي عاش خويا ميرسي تو انت رابور ولا بوب ستار انا ولا راجامين والله انا ارتيست نخدم ستيلات كل قبل الموسيقى لي زكسسوار هذوما ولا لا من قبل كان جات المره الجايه نجيب لك تصور شوف ملي انا صغير من ايطاليا من عمري 13 14 سنه ديما فازيت يا كيو ماستر سينا بلاي ليست بيبي هاي مش صغير معنا بريود نتاع فجو لين باك تعجبني برشا كنت نسمع فيها برشا لين باك لين باك لين باك اول هنايا سادتني في ايطاليا ما نتعرف رمزوتي في كل الفوق كانت مغروم بها برشا قبل اسباسيتو اخو غنايه معناها تو حتى بالنمر الدي في وكل شيء Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto. توا بلتي ليلي اخو اغنيه تونسيه توا ماشي. سمير لوسيف يا ميمتي الغاليه لما نسمعها كنت في الغرب يا ميمتي الغاليه يا عين من عيني مشتاق لك مشتاق دكتور دري وتوباك كاليفورنيا California love. That's
نسمع كنت شويه جورج وسوف يعجبني التتر نتاعه لو نويت. لو نويت انسى اللي فات اللي كان والذكريات.